يا الأستاذ ما بيعرف شو يعني كلمة زوم، للأسف في جهل مش طبيعي، يا التلاميذ ما عندهم القدرة إنه يتعلموا أونلاين، ما عنده 3G، ما عنده واي فاي، ما عنده كهرباء، ما عنده شيء، ما عنده لابتوب. في تلاميذ صاروا يستأجروا لابتوب بس ليحضروا صفوف، كارثة. صار يسلم مساجات على انستغرام بالاخر، انا انه اوكي بنزل قصه حدا اثنين بس، ما في نزل قصه 10,000 شخص، كيف بدي اقدر ساعدهم؟ انا ما عندي هالقدره ساعدهم لا ماديا ولا معنويا، والعالم اصلا حتيأس اذا بتشوف الستوريز تبعي انه شو بدنا نعمل، نجيب له لابتوب، نجيب انترنت. على مستوى بلد بده يتزبط هذا الشيء، مش انه على مستوى محلي، يعني فهمت قصدي؟ كارثه كانت قصه الاونلاين على اللبنانيه بحياتنا فكرنا فيها انا شخصيا. ايه وشو عملوا هالطلاب؟ ما درسوا؟ ماشي، في منهم سقطوا، في منهم عملوا دروب للسنه، نطروا السنه الجايه بركي بتروح كورونا كرمال يقدروا يحضروا الصفوف، وهلا مش قادرين يحضروا الصفوف، سو يمكن يعملوا دروب لسنتين من حياتهم هيك، بس لانه هن ما عندهم، يعني هن ما عندهم كيبل انه يجيبوا انترنت، مش ممنين لهم اياهم لانه الجامعه كمان اللي سوبرفايد ليتس سي سبيس. فاك مان، يعني الجامعه تفسيخ بالحيطان، ناش كوارث. يعني انا قلت لهم الجامعه اللبنانيه هي بيزد على شغلتين، استاذ وتلميذ، بس ما في شيء تاني، ما في هيكليه للجامعه، الجامعه رح تقشط على راسنا. يعني شو الجامعه؟ كارثه. والاساتذه منيح، كثير منيح الاساتذه. تخيل استاذ صار له سنه مش قابض بعده، قادر يعطيك مواد وعم بيعطيك اياها بباشن، يعني استاذ هذا منتور بيكون، مان هذا خلص تخطى الكونسبت، عم بيشتغل ألف شغله ليعيش. يعني جاي فوق هموم راسه انه عم بيعطينا 8 ساعات تعليم، بيرجع بيروح بيشتغل شيء بيطلع منه مصاري، بيرجع بيجي بيعلمنا ببلاش. قد ايه بيحب مهنته؟ شيء مش طبيعي. فادر فيجر بيكون او مادر فيجر.